انا نحس اللي كل معناها توا كل شيء نجم نتوقعه فهمت tu peux prévoir يعني تقول البارتي هذه ça va faire la surprise ou les ماش خاطر نحس في يعني في الدومين بوليتيك ديما فما لا سوربريز فما حاجه ان اتوندو نجيو بك بالعكس يعني نحس النهضه اني با ترو بور لو مومون في البريزيدونسييل يعني تخدم برشا على المجلس على التشريعيه فوالا وبعد ال با فوار dernières élections manière peut-être entre deux personnes peut-être pour faire le pas mais انا عندي نهضه ça va être éliminé je peut-être il va faire la suite peut-être انا je suis pas pour hein. peut-être si mais il pense c'est un monopole yani ma sur le plan politique il n'a pas trop d'idées yani فهمته لي مريح في عمو فاز بون علاش هكا فكرت هكا بطريقة حبوا يعملوا له نسمة حبت عملوا برا باش سواء لو سمعتوا فهمت كيفاش جابوه في برنامج نوف الورتان يعرف يجاوب بالعكس الضربة ما وجعتوه جات قواته حسوا معناها يتكلم واحد وعنده برنامج باهي معناها نجم يعمل مفاجأة انت قريتوا البرنامج نتاعو نجم يعمل مفاجأة معناها هو ينجم يعمل مفاجأة والله أعلم واحد منا منا لكم الزوج ما فما حتى حزب اي نداء تونس جي قائد السبسي شيوبه وجي معاه من سيربريز شنو؟ ما توقع حتى حد ولا نتوقع ان شاء الله تونس لاباس صحاب عليه صحاب عليه ثلاث سنين هذوما علمونا اللي في البوليتيك بريسيزامون تاع تونس ما فماش لا سيربريز معناها تو تي في كل شيء مخدوم في البيروات في الشعام في برشا بلايص اخرين ابار البيروات تاع البوليتيك هذول انا مون افي معناها كل شيء معناه ديجا معناه متفاهمين فيه كل شيء مقصوب كل شيء منظم لا بروف كو باغ اكزومبل اكبر بارتي بوليتيك في تونس ما عندها حتى نومينيه للبريزيدونسيال كيما النهضه كيما معناه ديجا لي زاليونس بداو يصيروا من قبل لي زيليكسيون باسكو نو دون معناها اون امبرسيون كو تو تي ديجا في معناها يوغا با سوربريز برشا عباد يقولوا بوتيتر لو بي ال بوتيتر لافيق بوتيتر كذا مي هذوما سي دي بارتي معناها كيفاش نقولوا معناها سي دي لوبي دارجون معناها سي لو فيري فيزاج كابيتاليست معناها سو سون دو بارتي كي جوست حاجتهم معناها بكلك لوا الوغ بروفيل معناها في البرلمون ولا في كذا الوغ معناها يفون با معناها فيغ اون سوربريز بوليتيك معناها صعيب برشا نجم نقولوا على دي بارتي كيما كي باش يعملوا اون سوربريز خاطر هما جوست قاعدين ينكادريو في الاسبي بوليتيك في تونس في الانتخابات التشريعيه نتوقع حزب سليم الرياح الاتحاد الوطني الحر عندك احساس اللي هو معناها باش يعمل مفاجاه السنه مش عارف كي احساس وكيف كيف الرئاسيه يمكن سليم الرياحي خاطر حسب ما نشوف بريد الاخرى الشعبيه نتاعو طالعه برشا بعد الحكايه الاخرى اللي صارت له كل فما برشا عباد معناها جات معاه يحسبوا باش يزيد وجات برشا عباد معاه وبون بعد الانتخابات نزيد نشوفوا المهم معناها حزب سليم الرياحي فهمتني قاعد يغني في خدمه صحيحه برجولي ولا حزب فهمتني ولا انا حز زاد المرزوقي مرزوقي زاد باش يعمل بوز زاد فهمتني وما نعرفش تعرفش عليهم تعرفش الشعب هذه ما تفهموش معناتها تعرفش مين يمشي بالضبط فهمتني هانا واحد شنو انتخبوا وقال انتخبوا باش بعد كم يندمش باش نعملوا نحن اللي علينا والباقي معناها نشوفوا نحن فهمتني اللي يحط الورقه في يديه مازال ما يعرف شنو باش ينتخب وبينك الشعب حتى يشد الورقه في يديه ومن بعد ياخذ ديسيزيون الاخرانيه مازال فما ياسين ابراهيم سليم الرياحي حزب المبادره برشا نجيب الشابي تدخلي نحن هاربين منهم نجم انا نقول ما نحبش ننتخب تالو 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 عندي نقول باش من حتى واحد منهم نمشي نحط واحد ما نعرفوش تنجم سطوم انه هذاك يطلع معناتها خاطر نحن لا خاطر نحن ونبقيو الفلوس ياسر قاعده تدور نجموا يشيروا ندور الفلوس هذيك الخايبه الحزب باش يعمل سيربريز بالحق في تونس اليوم فماش حتى حزب باش يعمل سيربريز كلها باينه كلها معناها تحت الطاوله الاوراق كل لعب كل مكشوف اهو فهمت العباد كل في بالها بقى اهو في بالنا بالجو بوليتيك في بالنا بقى انا بيجي اوكي ندير انا على السياسه كيف نتصور الاتحاد الوطني الحر باش يعمل مفاجأة كبيرة في الانتخابات، إيش بيك عملت بلاي قص معاك؟ بعدين ليه كي فلوس؟
خلينا نخدم على روايعنا. نتصور الاتحاد الوطني الحر باش يعمل مفاجأة كبيرة في الانتخابات، خاطر حزب داخل بقوة كبيرة ياسر في الحملة الانتخابية نتاعو، خاطر باش يعمل برشا حاجات جدد في البلاد، مش كيما الأحزاب الآخرين اللي كذبوا علينا. تو باش نعمل تو باش نعمل وما عملوا حتى شيء. تاع محمد عبد هم الفوق شام سيربي سيت اسمه ايه؟ تيار ديمقراطي. فوالا انا بيرسونيل مو علاش قلت لك تيار ديمقراطي، خاطر برشا صحابي وبرشا نعرفهم اللي نسالوا يقولوا تيار ديمقراطي.